السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد هنستكمل فيه عملية إعدادات الملفات المشاركة اللي موجودة عند أجر من خلال أو منح صلاحيات من خلال الويندوز أكتف دايركتوري أو البروتوكول الأس أم بي. الفيديو اللي فات إحنا قدرنا إن إحنا نعمل جوين للستورج أكونت اللي عند أجر، يبقى عندي ممبر في الدوين وعرفنا هي بتتعمل ازاي، وقلنا ان احنا هنوقف عند الخطوة التانية اللي هي المفروض ان انا همنح صلاحيات وصول للستورج اكاونت عندي على او من خلال البورتال لليوزر او للمستخدمين اللي جايين من الويندوز اكتف دايركتري. الحقيقة عملية منح الصلاحيات عملية سهلة وبسيطة جدا، مجرد ان انا بقف على او بختار الريسورس اللي انا محتاج امنح ليه رول. الكلام ده احنا قلناه في فيديوهات سابقه ولكن بنفكر ببعضنا. في حالتنا ديت الريسورس هيكون الكلاود فايل اللي عند اجر او الستورج اكاونت اللي عند اجر، بنوقف عليه زي ما احنا واقفين عليه كده، ومن الليفت سايد او الليفت بار بختار الاكسس كنترول وببدا اقول له محتاج اعمل لك اد او اضيف رول اساينمنت. هنبدا نصفي عمليه الرول او تصنيف الرول. احنا عارفين ان في اكتر من تصنيف عند اجر، انا محتاج منهم ان انا فقط الرولات اللي بتتعامل مع البروتوكول الاس ام بي. عندي ثلاث رولات رئيسيه، او الرول زي ما احنا شايفين اللي هو الشخص اللي هياخد الرول ده هيتمكن من ان هو يبقى مشارك في ادارة الستورج اكاونت فيما يعني، او شير كونتريبيوتر فيما يعني ان هو هيتمكن من عملية القراءة والكتابة والحذف اثناء التعامل مع الاوبجكت اللي هو الستورج اكاونت. تاني رول نفس الخصائص بالظبط، نفس المميزات، هيتمكن برضو من ان هو يريد يرايت ويديليت ويمنح كمان او موديفاي الان تي اف اس بيرميشن، يدي البيرميشن بقى اللي كلنا تعودنا عليها اللي هي الان تي اف اس او السكيورتي بيرميشن اللي احنا غالبا كلنا تعاملنا معاها. تالت رول هو فقط هيكون ليه حق ان هو يقرا بيانات الستورج اكاونت ده. طيب انا هنا محتاج افعل الرول ده كمرحله اولى، لو وقفنا عليه كده وقلنا نيكست هبدا هيقول لي اختار لي الممبرز او اليوزر اللي انت محتاج تخليه يبقى elevated contributor، يبقى مشارك معك وليه حق ان هو يوزع للناس صلاحيات من خلال الامبريم. انا هنا هسلكت اليوزر، انا تسهيلا عليا وعليكم عملت لنفسي يوزر او عملنا مع بعض يوزر كده في الويندوز اكتف دايركتري اسمه فول، علشان الراجل اليوزر ده هيبقى لحق الوصول المطلق من جوه الامبريم، ونقول له نيكست وريفيو اساين. هياخد مني الرول و يعني في خلال تقريبا 10 ثواني هيبدا يضيف الرول ويمنحه لليوزر اللي احنا اخترناه. هروح كمان اضيف رول للاس ام بي من نوع ريدر، هقول له نكست واختار هنا برضو عملنا يوزر اسمه ار او او ريد اونلي، تمام، هقول له نكست وهقول له اساينمنت وهضيف كمان رول تالت علشان نبقى اشتغلنا على كل التلات اصناف مع بعض، اللي هو كونتريبيوتر اللي هو هيريد ويرايت، وانا برضو عملت يوزر اسمه rw او اختصار read write select، وهقول له لو سمحت انا محتاج assignment الرول ده. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا الخطوة التانية. لو رجعنا للدوكيومنتيشن مع بعض، احنا الخطوة ديت كخطوة اولى تمكننا منها او تمكننا فيها ان احنا الجوين للستورج اكاونت اللي عند اجر ويبقى ممبر في الدومين الخاص او اللوكال دومين بتاعي، احنا خلاص اشتغلنا عليها وتمكننا فعليا من ان احنا ننهيها
بدون اي مشاكل. الخطوه الثانيه او البارت 2 هو الاساين شير ليفل، احنا اللي شغالين عليها ديت وتقريبا برضو انتهينا منها. مجرد ان انا بعمل او بدي صلاحيات، هو هنا بيتكلم على الشير ليفل بيرميشن وبيقول لك انه عندي ثلاثة رول، واحنا الثلاثة رول احنا اشتغلنا عليهم، اديت لواحد فول اكسس، واديت لشخص منهم ريد ورايت، واديت ليوزر فقط قراءة بدون اي تعديل. خلينا نروح نجرب الرولات ديت اللي احنا عملناها. لو رجعنا كده على البورتال وقلت له انا محتاج اشوف الرول اساينمنت، هلاقي نفس الرولات اللي احنا اضفناها دلوقتي، الريد ورايت والفول اكسس والريد اونلي. طيب خلونا مع بعض نروح لجهاز الكلاينتس علشان نروح نتاكد من تاثير الرول بعد ما عملناها. لو كبرنا كده ادخل بالاذر يوزر، انا عندي يوزر اسمه فول، عفوا انا مكتبتش الباسورد، هيبدا يدخل معايا للجهاز ده علشان نشوف تاثير الرول بقى شكله عامل ازاي. المفترض ان اليوزر ده اسمه فول، انا مسميه فول علشان نفهم ان ده واخد فول اكسس على البورتال فوق، بتتيح لي التعامل مع السيرج اكاونت بتاعنا، وكمان بيتيح لي ان هو يضيف ناس او يضيف بيرميشن جايين من الويندوز اكتيف دايركتري. طيب دخلنا باليوزر اللي اسمه فول واللي بيتمكن او هيتمكن من الوصول الكامل للستورج اكاونت بتاعنا ومنح كمان الصلاحيات. السؤال هنا هو انا اصلا هكونكت على الستورج اكاونت ازاي؟ يعني هوصل ليه ازاي؟ الحقيقه في اكتر من طريقه، اسهلها ان انا بفتح الباور شيل وببدا اديله الكود ده، واللي انا بالمناسبه جايبه من البورتال يعني ما اخترعتوش يعني، وهنشوف مع بعض هو بيجي منين. مجرد ما هقول له انتر من المفترض هيروح ينشئ لي درايف اهو، هيسميه زد، وهيشاور على الروت اللي هو الباث الخاص بالكلاود فايل اللي عند اشور. لو رحنا كده عشان نشوف الملفات، لو رحنا ماي كمبيوتر هلاقي الدرايف اهو موجود، اصبح متاح عندي اتعامل من خلاله. لو دخلنا جواه هلاقيه فاضي تماما. طيب الراجل ده او اليوزر ده اسمه فول، لو رحنا كده هلاقي الكلاينت ده او اليوزر نيم اسمه فول اهو، واخد صلاحية كاملة على الستورج اكاونت عندي على الاجر، بتؤهله ان هو يضيف ويحذف ويعدل ويعمل كل شيء. فهل لو رحنا كده عملنا نيو فولدر مثلا وسميناه فول يوزر، هياخده مني ما عنديش اي مشاكل على الاطلاق. طيب هل لو رحنا عملنا مثلا نيو فولدر تاني وبعد كده حبينا ان احنا نحذفه، هيحذفه؟ عنديش اي مشاكل على الاطلاق. طيب ادي كده اليوزر اللي واخد صلاحية. لو رحنا كده عملنا سويتش يوزر، ودخلنا بيوزر تاني اللي هو الار او وقلنا له احنا محتاجين ندخل عندك لو سمحت. الار او اختصار ريد اونلي، يبقى اليوزر ده فعليا هيقرا فقط، مش هيتمكن من ان هو يتعامل معامله الفول اكسس، يعني مش هيتمكن ان هو يكريت نيو فولدر ولا يرينيم ولا يديليت ولا اي شيء. لو رحنا كده مع بعض على الباور شيل، عفوا، ونقانو نفس الكود اللي احنا لسه ماسكينه في ايدينا وادينا له انتر كده، برضو نفس الشيء او نفس النتيجه المفروض تحصل، ان هو هيروح يا يعمل لي ماونت للدرايف ويسميه زد، وهتمكن من ان انا اوصل ليه. لو رحنا هلاقيه اهو، نفس الشيء حصل. لو دخلنا جواه هلاقي الفول يوزر او الفولدر اللي كان اسمه فول يوزر واللي قام بانشائه اليوزر اللي اسمه فول. طيب
انا هنا داخل بكلاينت اسمه RO او read only، هل هتمكن من ان انا اعمل new folder؟ المفروض لا. شايفين؟ قال لي ايه؟ قال لي انت مالكش صلاحيات، ما تقدرش، انت محتاج permission علشان تتعامل مع الشير الفولدر شيل ده، انت محتاج permission علشان تقدر تكريت new folder. طيب حتى لو قلت له try again والكلام ده كله مفيش اي استجابة. طيب خلينا بقى نروح نشوف يوزر هو اصلا مش معمل له رول، يعني لا قلنا له ان انت هتبقى كونتريبيوتر ولا قلنا له ان انت هتبقى ريد اونلي ولا شيء. خلينا الاول نرجع للبورتال بتاعتنا ونشوف اليوزرات اللي عندنا، هو الفول اكسس وريد اونلي وريد ورايت. طيب ممتاز، خلينا ندخل بيوزر مش موجود اصلا ليه رول علشان نشوف هل هنتمكن اصلا من الوصول للستورج اكاونت ولا لا. يعني هل لو قلنا له الباور شيل وادينا له الكود ده هنستطيع ان احنا ندخل ولا لا؟ خليني اقول لكم هو الكود ده انا جايبه منين او بيجي منين. الكود ده لو رحنا على البورتال كده وقفنا على الفايل شير وقلت له كونكت، لو قلنا له كونكت كده مع بعض هيطلع لي الباور شيل كوماند اللي انا بتمكن من خلاله اني اقدر اوصل للفايل شير. هنا الحقيقه عندي نوعين من الوصول، عندي الاكتف دايركتري اللي احنا شغالين عليه وعندي الاستورج اكونت كي. الاستورج اكونت كي هو البابليك كي، المفتاح العام اللي بقدر من خلاله اني اتعامل اخد فول اكسس، يعني اي حد سواء كان ريد اونلي سواء كان ريد ورايت سواء كان اي شيء ليه صلاحيه وصول باستخدام الاكسس كي او هيقدر يتمكن من هو يستخدم الاكسس كي هو في النهايه اصلا فول اكسس. خلاص هنتكلم في الكلام ده يعني فيما بعد. لو رحنا كده خدنا كوبي ورحنا لليوزر اللي اسمه ادمن واللي هو اوريدي ملوش اي رول على البورتال عندي ولا يقدر يروح ولا يقدر يجي ولا يقدر يعمل اي شيء، لو حطينا هنا الكود ودوسنا انتر كده ونشوف النتيجة قال له ايه؟ قال له انت اصلا ممنوع من الوصول، يعني هو ما عملوش ماونت بقى الدرايف اللي احنا عملناه مع بعض في اليوزر اللي كان اسمه فول واليوزر اللي كان اسمه ريد اونلي، لا هو اصلا منعه من الوصول لانه اوريدي ملوش صلاحية وصول. سؤال هنا هل لو انا رحت عملت كده، نركز في الجزء اللي جاي ده شباب لو سمحتوا، الجزء اللي جاي ده مهم جدا جدا جدا. لو دخلت في الجزء ده باليوزر اللي اسمه فول، خلينا نكبر شوية، لو رحت قلت له انا هدخل تاني باليوزر اللي اسمه فول ورحت كده على الاستورج اكاونت بتاعي اللي انا ليا صلاحيات وصول عليه وقلت له لو سمحت انا محتاج اديك NTFS permission، نركز يا شباب، قلت له من هنا من security قلت له edit ورحت جايب له الادمن اللي هو اصلا ملوش صلاحية وصول. شوف هنا اصلا بدأ يدور فين اللوكيشن، بدأ يدور في الماي دومين دوت لوكال مع اني انا اصلا بتعامل مع كلاود اوبجكت في النهاية، ولكن علشان انا تمكنا مع بعض من ان احنا نينيبل الويندوز اكت دايركتري بيرميشن على الاستورج اكونت ده ونعمل جوين ليه جوه الويندوز اكت دايركتري عندنا، فاصبح متاح ليا ان انا اجيب الناس من الاون بريم دايركتلي واحطهم في التابع اللي هي سكيورتي واديهم بيرميشن.
هل لو قلت له ادمن كده اخترت اليوزر اللي اسمه ادمن ورحت قايل له انا اليوزر ده هيبقى عندي مثلا ريد والليست ورايت، قلت له اوكي. اولا لما بقول لو قلت له اوكي دلوقتي اعتقد ان مفيش حاجه هتحصل، يعني لو رحت قلت له اوكي كده اعتقد مش هتمكن، هيقول لي انه مش هتقدر تعمل ابلاي للسكيورتي انفورميشن دلوقتي. طيب علشان اعمل كده، يعني علشان اكسر القاعده ديت، انا محتاج ادخل، هنروح نعمل كده مع بعض. الحاجات دي مهمه جدا يا شباب ومحتاج منك تركيز شديد، لان انت فعليا ممكن تغلط فيها وانت شغال. هعمل ديسكونكت وهروح ارجع للستورج اكونت واقول له لو سمحت انا محتاج ادخل بالستورج اكونت كي، اخده كده كوبي وارجع لجهاز الكلاينت تاني، افتح الباور شيل بتاعي، عفوا، واحط كده الكود. احنا خدنا صح، هيروح يقول لي اد السكسسفل كريدنشال ويروح يماونت درايف من هنا. طالما دخلت بالاكسس كي هتمكن دلوقتي ان انا اضيف بيرمشن بشكل طبيعي جدا. تعالوا نتعامل بقى مع ال NTFS permission او security بعد ما عملنا القصه ديت. هقول له اد، هبدا هنا اقول له انا محتاج اضيف اليوزر اللي اسمه ادمن واخليه مثلا يريد ويرايت، يقرا ويحذف، عفوا يقرا ويكتب. قلت له هنا اوكي، هنا ما قاليش ايرور ولا اي شيء، واخده مني عادي جدا وضافه، ضافه بقى عندي اليوزر اللي اسمه ادمن بقى واخد البيرميشن ديت. خدها من خلال ايه يا شباب؟ خدها من خلال الويندوز اكتيف دايركتري مش من خلال البورتال. طيب هل لو رحنا بقى كده، السؤال هنا، هل لو رحنا عملنا ساين ان باليوزر اللي اسمه ادمن مره تانية هيقدر يوصل للبورتال؟ المره اللي فاتت ما قدرش يوصل للبورتال. طيب احنا كده ضفنا رول، نركز يا شباب في الكلام ده مهم جدا، فيما يعني انه مفترض ان هو يقدر دلوقتي يوصل للبورتال. هنشوف التأثير هيبدأ يحصل ازاي لو رحنا كده على الار شيل بتاعنا. نكبر كده شوية ونعمل ماونت للدرايف، قلنا له انتر، هيقول لي برضو اكسس دي اي. ليه؟ لانه هو لازم يروح ياخد رول من عند اجر على الاقل ريد علشان يقدر يوصل للريسورس. وهو احنا بنتخيل ان هو هيوصل ازاي يا شباب من جهة اجر طالما اصلا مش مسموح له. طيب ادي سؤال. السؤال التاني، عندي يوزر، انا اسف طبعا ان انا بطول او الفيديو ده هيطول مننا، ولكن الموضوع مهم وانا شخصيا عايز انهيه يعني بدري. لو رحنا كده عملنا ساين اوت، دخلنا تاني بقى باليوزر اللي اسمه فول، خلي بالنا ان عندي يوزر اسمه ريد اونلي واخد صلاحيه على البورتال بتقول ان الراجل ده يقرا، واحنا دخلنا بيه وفعليا تمكنا من ان احنا نقرا البيانات ولم نتمكن من الكتابه عليها. لو رحنا كده الستورج اكونت بتاعنا وقلنا له الراجل اللي واخد ريد اونلي ده احنا محتاجين نديله او نعدل في البيرميشن بتاعه، لو رحنا كده قلنا له edit، اخترنا الراجل اللي اسمه RO،
هخلي الراجل ده بدل ما هو ريد اونلي هناك على البورتال هخليه ريد رايت اكسكيوت والليست فولدر، والحياه بالنسبه له هتبقى مفيش مشاكل خالص. هياخد مني سكيورتي سيتنج ويروح ينفذها. السؤال هنا بقى، السؤال هنا، بما انه المستخدم اللي اسمه ار او على البورتال واخد ريد اونلي، وانا قدرت من خلال الان تي اف اس بيرميشن ان اديله ريد ورايت واكسكيوت وموديفاي، والحياه جميله يعني، انهي بيرميشن اللي هيتطبق؟ الحقيقه علشان نجاوب على السؤال ده احنا محتاجين نرجع للدوكيومنتيشن الخاصه بمايكروسوفت واللي بتتكلم على الشير ليفل بيرميشن، وهنا هي كانت اشارت انه البيرميشن اصلا تتطبق هي بتاخد اب تو 3 ساعات زي ما احنا شايفين كده. الشير ليفل بيرميشن بياخد يعني لحد 3 ساعات علشان تاثيره يبقى مكتمل وواضح بالنسبه لنا. دي اول حاجه. تاني حاجه، لو يعني بما انه احنا بنكونفيجور على اتجاهين، اتجاه جاي من الشير ليفل واتجاه جاي من الفايل ليفل بيرميشن، يعني اتجاه جاي من اجر واتجاه جاي من الاون بريم، انهي فيهم اللي هيتطبق؟ نفس المثال اللي احنا ذكرناه ده، هو هنا بيقول انه على اعتبار مثلا ان انت اديت يوزر معين اديته ريدر زي ما احنا عملنا كده، وبعد كده نزلت في الاون بريم في الليفل بيرميشن اديت له يعني كونتريبيوتر او اديت له ريد ورايت، انهي هيتطبق؟ هو هنا بيقول لنا انه هيبقى كونتريبيوتر او اليفيتد كونتريبيوتر، لانه الهاي ليفل بيرميشن اولويز تيك بريسيدنس، يعني هي مش زي المور ريستريكت يا شباب، لا الهاي ليفل بيرميشن هي اللي بتطبق مش العكس. اتمنى يكون الموضوع بالنسبه لكم بسيط وسهل، وفي حاله ورود اي استفسار طبعا بعتذر عن الاطاله، وفي حاله اي حد عنده اي استفسار او قابلته اي اشكاليه يعني نسعد دايما بالتواصل للجميع. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.